في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للشباب، فإن منظمة الشباب الدبلوماسيين هي الأخرى أحيت هذا اليوم، ذلك إيمانا منهم بأن الشباب هم ركائز آمال الشعوب في تقدمها ورقي حضاراتها على الصعيد الدولي والإقليمي وأيضا الوطني. رؤية شجعت منظمة الشباب الدبلوماسيين للاحتفال بهذا اليوم العالمي للشباب. نشدد أعمال برنامج منظمتنا منظمة الشباب الدبلوماسيين على أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين، بل إنهم أيضا قادة وشركاء أساسيين في الجهود الرامية للوصول إلى حلول القضايا التي تواجه شباب العالم في يومنا هذا، ويجب إشراكهم إشراكا كاملا في التنمية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم لهم في هذا الخصوص من قبل حكوماتهم ومجتمعاتهم. هذا وأن هناك نسبة مئوية تحتل فيها الفئة الشبابية بمقدار 52% من الشباب على الصعيد الدولي، ذلك وفقا لتقارير الأمم المتحدة، تلك مؤشرات تدعم مصير الشباب حول آفاق المستقبل. كما اختتمت المناسبة بتنظيم مسابقة ثقافية للحاضرين فيها.